السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم كادرتي ام بي. بالنسبة للشباب راه عندي اون بون نوفيل ليكم كاع شباب ولاية غليزان. تحت الرعاية السامية لوالي ولاية غليزان وأيضا مديرية الشباب والرياضة والرابطة الولائية للنشاطات الثقافية والعلمية للشباب، نظموا لنا مسابقة ألحان شباب. هذه المسابقة معني بها كاع شباب ولاية غليزان، وإن شاء الله راهم يديروا جولة في كل الدوائر، تبدا من لو 14 يعني غدوه ان شاء الله لو 14 مارس جوسكا لو 4 افريل، وفي كل نهار كاين دائره. راني غادي نحط لكم هنا لتحت الرزنامه تاع كاع الدوائر وين تتكون في كل نهار. بالنسبه راه عندي معلومه فقط على زموره، شباب زموره معنيين لو 18 ان شاء الله 18 مارس، من بعد زيدكم المكان فقط باش تكون على بالكم وين تكون المسابقه. طريقة المسابقة كيفاش تكون؟ غادي تكون من كل دائرة يطلع واحد، يعني كاين 13 دائرة في ولاية غليزان، 13 واحد غادي يطلع للدوزيام تور. في الدوزيام تور غادي يتلاقاو كاع في تربص مغلق في بيت شباب إخوة بالصغير، وغادي يكون تحت رعاية مجموعة من المختصين في الموسيقى والغناء، وغادي يديروا تحضير للسهرة الختامية باش يكون تحضير شباب ويكون تحضير مغلق في مدة أسبوع. أسبوع. نعم. الجوائز أنا بالي بلي تبغوا كاع الجوائز. الجائزة الأولى 8 ملايين، والجائزة الثانية 5 ملايين، والثالثة 20 مليون. زوج ملايين برك. بالنسبة للطبوع، خاصك الطبوع كلها مسموح بها، كاين الطابع الوهراني، الطابع الشعبي والأندلسي، وأيضا الشرقي والصحراوي والموشحات. فرحونا جماعة الموشحات، وحشناكم. اخر حاجة نطلب منكم برك تكونوا كاع معانا ان شاء الله، سيرتو ناس زمورة دائرتي وحبابي، لو 18 ان شاء الله فرحونا ان شاء الله. اللي عنده اي غنية، اللي عنده اي موهبة تاع غناء، ماذا به شرفنا لو 18 ان شاء الله. من بعد نزيد نعطيكم المكان اللي غادي تكون فيه المسابقة. اخر حاجة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.